نشرة إنذارية لها أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم إلى حدود الساعة 7 مساء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن هذه الزخات الرعدية ستهم ما بين 10 صباحا والثانية بعد زوال أقاليم القنيطرة والعرائش وأنجرة وسلا وسيدي سليمان وطنجة وأصيلة، وما بين 12 زوالا والسابعة مساء أقاليم أكادير والحوز والحسيمة وأزيلة وبني ملل وبرشيد والدار البيضاء والدريوش والرشيدية وأصويرة وفيقيق وإنزقان أيت ملول والخميسات ومديونة والمحمدية والنواصر وأسفي وترودانت. وحسب النشرة يرتقب أيضا هبوب رياح قوية ما بين 60 و 85 كيلومتر في الساعة خلال اليوم ما بين 12 زوالا والثامنة مساء بأقاليم جديدة والرشيدية وأصويرة وفيقيق وورززات وأسفي وسيدي بنور وتازا وزاكورة.